هنا جامعة درعا أو العمري كما أطلق عليها الطلاب الثائرون. فهذه الجامعة خرجت منها أولى مظاهرات الحرية في سوريا منددين خلالها بنظام الأسد، لتسارع قوات الأمن والشبيحة بالهجوم على المتظاهرين في مبنى الجامعة. وبعد كل مظاهرة تعتقل قوات الأمن الطلاب بشكل عشوائي بتهمة خروجهم بمظاهرات مناوئة لنظام الأسد، كما حدثنا عمر وهو أحد الطلاب الذي تم اعتقاله من مبنى الجامعة. أنا طالب في جامعة دمشق في فرع درعا بكلية الحقوق. تم اعتقالي من قبل المخابرات الجوية لمدة 41 يوم، وكان سبب اعتقالي هو أني خرجت مظاهرة في الجامعة أنا وزملائي نصرة لأهلنا في باقي المدن المنكوبة. بينما يعاني طلاب هذه الجامعة والمتوجهون إليها من الحواجز التي تنتشر على الطرقات، فعلى هذه الحواجز يتعرض الطلاب للإهانة من قبل عناصر الأمن، كما يحدثنا جعفر وهو أحد أبناء البلدات التابعة لمدينة درعا. أنا طالب جامعة من زيري محافظة درعا، قاعد بروح جامعة الاقتصاد جامعتي، كل يوم بواجهني قاعد 14-15 حاجز، وكل حاجز قاعد بيهنون العساكر، والعساكر لا معهم شهادة ولا إشي، وإحنا طلاب جامعة يعني نتعرض لضرب وإهانات. وعلى الرغم من عدم مقدرة الطلاب من الذهاب إلى جامعاتهم، فهم الآن يؤدون واجبهم الثوري عن طريق حراكهم السلمي المتمثل بحملات التوعية التي يقومون بها في المحافظة. بقرطاسيتنا ومحابر أقلامنا سوف نبني جيل سوريا، سوريا الحرة، سوريا المستقبل. هكذا يقول طلاب الجامعات في محافظة درعا. منتصر الحوراني، درعا.